بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل شأنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. عن هو قد جرني وردنا إلى سورة المعارج. سورة حامل مكية أهي علماء مركة آيات كم من آيات كان بيسكوها يستان وحلي مدنمية مسوى مكية، لكن بصفة عامة سورة مكية وهي كان هو أصول الشاقنوي مرك وحي كهذا يسا وحي سورك مكية كهذا الجرين بي كهذا يسا ذاتك كان قيامها بيني بعد فيك بيني إيو رسول الشيء إلهي سبحانه وتعالى بعد تانك الراعي إن آدم كان إساقا يبورتان كيسي الأبوري يوحي له أبوري إن ما لنس أبار مريد دون أي جرتو ورد وخالا إقضاء ودب بغي يا بيه أي كهذا الجرين سورك مكية بي كهذا يسا سورة دطانية ذاه مركوح إن سوى قارني إن الإنسان خلق هلوعا. إن الإنسان إنسان كي ألف يلام تاسي وامد الهجرة الجنسية دوية أو إنسان كي أو دنوي. إن الإنسان إنسان كي خلق والا أبوري هلوعا يستوى أرنكي سور دنب أو شريه أرنيه سور دن أيضا الشريه بالا أبوري. أرك الإله سبحانه وتعالى وأوصف سري إذا مسه هدو تابته كو إنسان كي أشر تابته وهو حبيبه أي قاران وهو حوي مصيبة كل عضو أو فقر أو كل عضو من عيدون تاها تشر تاسي أدي إنسان كاسي شر أي تابته إنسان كاسي وحال أبور جزوعا إستغو أحمد أرقق حبضانوي أرقى حيث أدف ربضاً وي. وإذا مسه هدو تابتو الخير خير كي هدو تابتو أو خير أصيبه أو خير كدعو مال فربضاً إلهي سيو عافمات إلهي سيو المئي أولاد فربضاً إلهي سيو منوعاً مد منعن بضاً وي أو خير كي مد يديد بضاً وي أو خير كي إستغى بكو بخيلة يا وي وبحاني إلا المصلين كوي الدكاني ومصلين تهماها مارك إنسان كيوردن مارك لبوسي في صفات كأيق أهي كوابا ربي سبحانه وتعالى وكسور ربوه مارك كلمة دان هلوعا إهي أنك عرنا تفاسير بضان بيسيسا لكن تفاسير تا وحوية دين عبا مد كان أرهونين ونفعنين بينا هلوعا ودين عبا أفعنين با مال وكفعيني هايو مجرتوه مارك فسيرين تمرك يفسر يعني حكوا فسيرنا لبعض تفسير بقوةوي إن هو ميت كذا أنا ساقه مني وأرين كيس أوردن أيه شر أهوي وحديث كي وحده نبي عليه الصلاة والسلام إن قفك مؤمن كاهي إن أمره كله أرين كيس أوردن بقى كل جيس خير أهوي وسيرين وياي إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر خير يا أيوب ومسلم كوي هدي بكل عنا بك واقو سفر يا هدي وخير كل عنا أو خير أصيبنا خير كي واقو شكرنا يا ربي سي سبحانه وتعالى كان مركو عكس يسوي أصلا لم أركي سوطن إيا شاب أهيوي هدي مصيبة كل عدنا وهلع يرجع حفر بدن بول إيمان يا أول يمرق يفكر يرفع بدن إلهي كون كان أبو رئيه وحن أقدر مبعو تغاسناني أستغل أرقق حباكو نعي فربضا هدي خير لسينا وإلهي سبحانه وتعالى خير وسينا خير كائن من عيو أيو أيو عناه ببعد يستهوي إلهي أبو رتان أنا كل شكرين وي إلا شكرين تربو حاكميدي خير كالو السياهي إنا تكون بحسيد ماشي لو تلقى لوي دي لها عافمات كسيو عافمات كاكو بحي إلهي رالي هنشي يزوي وحي أديو كوان فعي آخر عافمات كو فايده سوي مال هدي ربك سيو ربي وحو كو امري مالك كو سمي وي
waxaadii aakhira diyaad ku anfacaya ku samaysa wey kan marka waa cagsi wey na ku shukrina rabbiga abuur subxaanahu watacaala nicmooyinka rabbi siiyey kulligoodna dhinacay doonto ahaatee xataa awoodda rabbi uu siiyey inuu ixsaan ku sameeyo mar rabbiya wey oo qof uu qabto maalka rabbi siiyo inuu rabbina ku shukriyo isaguna wax ku qabsado oo dadtiisa nafsidiisa uu ku anfaco wax la baxay maahan wey gaalka isagaha wey qofka insaanka ahi in ilaahay subxaanahu watacaala aan rumayni wey marka haluu caanto tafsiirka marka ugu fiican waxa weeye hadda inuu taa lagu soo koobo ibnu jariir adabari wuxuu ku soo koobay isagu haluucan macnaheedu waxa weeye waa mid damac badan oo argagax badan waa saas buu ku fasiray ahay waa mid damac badan oo argagax badan buu intaas ku soo far marka weeye marka waa maxay waa mid damac badan oo haddana sabar yar weeye meelaha qaarkoos kusoo koobaan laakiin ibnu jariir adabari imaam mufasiriin waa mid damac badan oo hunguri weyne ahi oo tiisa waxaanan aqoonin waxa weeyaan haddana haddii dhib ku dhacdana waxa weeye argagax badan sidaas anigu aan ku fasiray buu yiri baa mufasiriintun ku fasireen buu ahlu ta'wiil xataa kelimad kale maanu sheegin halu anigu saas weeye marka hadda kor waxaan xusuustaa sheekh nabaas allah raxmah inta la weydiiyey haluuc maxaa laga wadaa macnaheedu wuxuu yihi haluuc waxaa fasiray kelimaadkan soo socdaa haluucdu macnaha ayaa yutlaq buu yiri haluuc cala aljamiic buu yiri waa maxay waa qilat sabrigaas isaga ah weeye iyo damaca faraha badanna weeye iyo mancintaas marka ilaahay baa marka sheegay buu yiri marka labadaa sifo u sheegay oo ka dambaysa haluucaasi oo jazuucaas iyo manuucaas qof ku sifaysanaya baa haluuc ah wey cala kulli xaal soomaalida marka culimmada qaar waxay yidhahdeen ku fasiraan waa sidiisaba waa dhinac uu ku fiican yahay mid uusan jirin wey ina alinsaana insaankii rabbi wuu abuuray ya insaankii rabbi wuu abuuray subxaanahu watacaala ina alinsaana insaankii khuliqa waa la abuuray haluucan isagoo ahi mid wax u roonba aanu anaa dhinac u roon yahay uusan jirin wey dhinac uu ku fiican yahay iyadusan jirin wey oo maxaa laga wadaa waa sitan wey ama haluucan isagoo arrinkiisoo dhanba uu shar yahay wey kulligiis waxa uu ku dhaqaaqay dhanba shar weeyaan markaasaa la fasiray idaa waqtigii massahu uu taabto oo uu asiibo wey asharu dhib haddii ku dhacdo waa la abuuray wey jazuucan isagoo ah mid argagax badan wey wa idaa massahu hadduu taabto asiibo alkhayru khayrkii hadduu asiibana noocu doonaada khayrkaasuye waa la abuuray insaanka isaga manuucan isagoo ah mid mancin badan wey ila almusalliina kuwa dukaday oo salaada rabbi dukaday maahe waxay dhaheen marka culimmadu ila almusalliina laga bilaabo ilaa sifaatkan faraha badanne oo ilaahay subxaanahu watacaala uu sheegi doono waa dadka sifaatka ku sifaysnaada ayaa marka ka baxay kuwii hore weeyaan ila hadda insaanku dhaba la camimay laakin kuwaasaa ka baxaya wey oo sifaatkaas la weeyan haddana waxaa nala barayaahi sifaatkaas lasoo sheegayo sifaat xun inay yihiin oo qofka muslimka ahi inuu iska tirtiro oo iska dhaqo oo uu ka beri noqdo loo baahan yahay wey sida uga cunaa baxsan lahaa uga fakan lahaa ee uu isaga dahiri lahaa inuu ka shaqeeyo ayaa loo baahan yahay wey marka walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu camiluu saalixaati oo kale insaankoo dhan dhammaantiis khasaare ayuu ku sugan yahay wey ilaa dadka sifaatkaasi ku sifaysan maaha ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bilxaq watawaasaw bisabr sifaatkaasi afarta ahi oo aliimaan walcamal asaalix iyo tawaasi bilxaq iyo watawaasi bisabr ihi kuwaas weye kuu ka fakaday wey haddana insaankoo dhan haluucu wey oo kulligiisoo dhanba shar socoto wey meel uu ku fiican yahay meel ma jirto wey iyo meel u roontoona ma jirto wey ilaa dadka akhiyaarta maahe ilmusalliina kuwa dukanaya maahe waxaa musalliinta marka loogu hal qabto looga bilaabayo waa salaada iyo waxa weeyaan fawaa'ida ay leedahay ilaahay agtiisana fadliga ay ka leedahay weeye haddii waa nataqaan lankaga sheekayn maayo oo salaadu shahaadateynka de ko wixii ku xigaba ida noqoto soo maa oo rukni thani soo maa waayahay weeye oo min alislaam wey rukni thani oo min alislaam wey ila almusalliina kuwii dukanaya maha musalliinta maahe waxay dhahe marka culimmadu
مصلينتا وحال لقوذة دكشك كريم ما أهم وأكو ربي سبحانه وتعالى أبطي عيوي ضاعدوا ذا سنحة ومدكين طوامانتي ربي سبحانه وتعالى إني لمناجوني وربي قد وحقي فرن إيالي ينوي بركة صلاة دو وأكووي إلا المصلين كو دكان يماها الذين كواسوهم أيغبا دائمون كو جوكتيني أهي على صلاتهم صلاة دو ذا وجوكتيني دائمي أهواي بركة صلاة داسي أيدي دائم يوي فوحوي رجال كهبيرك الوي لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وحكم من عيني أديد ياهي وكم مشكولين ياهي مجد إلهي سبحانه وتعالى تاكو هنوني نعم إله زيويا إن ما أنت تجارة يباع يوحكلا إن ما أنت وحن ولفت نيفري كبطيو قد كأخيارتا سلاة دودا كم مشغول ما يانا سلاة دبي دائميان وكب هذا علماء دائم تاسي لغة عربية كلمة كلي قوة طابة دي معنى كلي ووحي إلى ذن الماء الدائم الماء الساكن بالا بيها الدقان يعني رغب غاقن وي هذا علماء مركة سلاة دودا مركة يكون جيرانو ودائمو حلوة ساكتون وي وحسليهن وي ووكو خشوع سيهن وي وحق حق مفيرنيان ارتفاض حق مفيرنيان وخشوع الآن بد كم مقطو ما هنوي ما كحد علماء فصاح حد فصاح القرآن كوحة كمدي هل كلم أنت سوى مع لوج وتوي ما كسلاة دودة يكو خشوع عيان ويهدنا الدائم يانوي ومرنا با سلاة داس يضاهي أفترضها عت أمسونها عت وحوح وقم فقولة يا مجد توي هو هذا سلاة نبتقيد مركوي يا والذين كوي ما هي في أموالهم ماليال كود بحدود أكسر ناضيو حق حق أكسر ناضيو حق سو معلوم حق ليقان ويقان أي نفس الكوديو حق الجون أهي والجون أبحيان ويقان ويدتك سوى له هذا فقراء أهي أي كسين ينوي ولو فقراء دي بعدين لسي شغو حق سو للسائل كو حويا سؤالة ومتك حوي دي سنة يأسر ناضيو مسكين كحوي دي سنة فحقا سوحوية أي أسوغ ناضي إيه والمحروم متكي لهوجي النقر كحوي لهوجي نقر فسير جيران أما لما نعيو لو دي أستاق وحل إنو حل السيو تعافف كيس سدرتي سوي برك محروم با إلهي سبحانه وتعالى أكون مقعامي محروم ورب سبحانه وتعالى أكون مقعامي آهي هذي محاكم شو نظرة محروم ربك سبحانه وتعالى من كم العابد محروم كم ما حي ويحسبهم الجاهل أغنياء أغنياء من التعفف إنه أنا بثق أغنياء بالله ملين يا سيد أفرح سيهين ملك قروح البدن اللي بسيهين وحويان دتك دتك أو سعى أو نرف يا عم بعجيهم وي ملك ملك نظيف تود يقروح دود سيحة طبعا سعة عتر سيهين مقال ملك الجوان الله ملياي من يسقط توصلت الله ملياوي لكن يا فهمي كرا ما تغانا يا فهمي كرا كريا بدك خيارتا ربي سبحانه وتعالى آهي آهي بدك خيارتا أم بفهمي كرتوي آهي أنك قفك شفاطية شفاطية لكن ربي حولي متك أساق وطوس عوي دي سني إيا نوان أغلب بناوي وفهمي متك سوحا ويان بدك كم من عيان وأوحا سينين تعفف من هذه سببتين لابد بحق معلومة والله يقان بي وطلق لي ينوي مركز بي سينا ينوي حقا أنا مركز معلوم كاهي فلماذا غربة الزكاة دي كل شيء قوي وحين هذه الزكاة اللي قوش شيء أما الزكاة دي بقى لفرض يالي مكالو فرض يالي أما الزكاة دي قدال بقى لفرض يالو آيات داس مركو حين غاني سامركا إني مركو مدين وترشام من غاني سامركا كوي لكن ولي ما أركين واحد مدين وترين لكن علماء قارك وحين ليه هنا الزكاة اللي قفسر واحد دي دي الزكاه وحا لا فرض يا الفرض يا دت مركي مديني ما دين وي قال الفرض يا لوي لكن مركه وحا لنا مدتنو حقا كان معلوم كاهي وا سيده صدقه عاديه هاد وي اي بحينين بين قفكه مسلم مسلم كا صدقه اس مركه قفكه مسلم كا خيار نمدي سو حي كان تبا استغون الله انه كفرد يينو استغو حق معلوم لا يقانو يا قيب معلومه انه او غويو دت مساكين تا هوي كا سؤاش قعدت تاغني يمتكاسي وحويان دوسن او اموسن او حدك حوي ديسنين
لكن فقير كهو وحو أنا يسوي آه كوا اسمرك يجو هذا في صفات يجا حد لسوي شيء يجوها وإذا مسه الخير منوعا كانوا معهن كانوا بالعكس خير هدي إله السيو خير كاسي ولا لي لنا ياوي آهي كيف بحشنا وكفرح يا استغنا وبحنا يا بتكن وكبرنا ياوي كواس لكن مي الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وي بل ولا يحب على بعض المسكين مساكين تنوح على السيد بتكبر ما يا كان لك عكس يسوي إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون يو الذين كوي في أموالهم ماليال كود لحظوا هذا حق ما كفير يا حق معلوم بس في أموالهم تاس خبر أو تاس كجر يا وحمرك اللي السهر مري في أموالهم تحوي ماليال كود بس يقولي أهمية الله سينا يا يقولون سي أهمية سينوي والذين كوي حق 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 صو معلوم حق ليقان أقول الأجهي وهذا وي في أموالهم ماليال كود وهذا وي هذا بس أسبوع حمرك مرك الجملة اسمية ذاهي بل الذين داسي سلاح ونغان يسوي حقا صو للسائل متك وحوي دي سنة يؤسر ناضي يو المحروم متك اللي هو جي أما اللي قم من عيي أو حل السينين أمو حل حرمي أو حل السيو كعطور سنوي وحن سؤالين لبدا أصبح حق ودي أي مارس كبير غفكا سخيارك ويكواسي وي يو الذين كوي ما ها يصدقون الرمينية بيوم الدين أبا المرين تمالين تيدي وي وقيامه وي رمين تي الرميان أفكا مدي كشاقان ايان معهن اوه محي ومدي فعلهان وسمين ايان وي اوه محي مالين تاس إن ليس أبا المرين دونه وضدنا فريق في الجنة تلبيه دونه فريق في السعير نقول له دونه وقال هذا سنة الجنة يكو كسبان يسو عمل صالح لا تميدو تاس النار يكو قول يسو عمل حون لا تميدو بيعوقيه وي مركز عمل كسال إيمانه سكدي مركز رومين كريم ما اللي ورميسنا بس ما أنت الله رميسي هيو وإن أكتر واحد دعية واحد دعية مركز وقتنا وإنت صعب سكو كان توي حد جاء أمر كيسنا وقاتل وحكار مركز فوقات دوي والذين يكون ما ها قوى صي صدقون الرومين يا بيوم الدين أبا المرنت ما أنت توي يوم الدين الدين مركز يوم الجزاء ما أنت ليس أبا المرنت يجي أو قيامه مالك يوم الدين أكو صمرتين إن بدأ إن صمرت كما داس وما أدراك ما يوم الدين فما أدراك ما يوم الدين إن بدأ بإن صمرت هو فرق ما ننتهس أبا المرنت ما ننتهي لي هذا ومرع كميدة نوعيد قيامة أبا المرنت ما ننتهي ذنب غشوت وقيامة هو إيو الذين كوي ما هم أيوبا مشفقون أكو بقية من عذاب ربهم رب يقول عذاب كوذا أيك بقية واي إن عذاب ربهم رب يقول عذاب كودنا رب يقول عذاب كيسنا غير مأمون مد لقى آمن نقضى ولقى آمن لقى آمن نقضى غير كيس بو هذا وي مد لقى آمن نقضى ما هنوي إن كبقان حق بمركو يا شيم وي قف كستونا كوا كوب يا مركو وي وعذاب كربيو حكى آمن نقضى وي يا أفأمنوا مكر الله يا فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وي قم خسري فإلهي سبحانه وتعالى عذاب كيسة آمن كان غوي بركة تاسس بركة مناسبة ما هو آهي يو الذين كوي ما ها هم أيقوبة مشفقون أكو عبسانية من عذاب ربهم حين علموا عبسانس حتى ما أهان إن دب يتقلين دب يقام مرك كل عام بقيامه يو حوي عذاب كيف بقي معنو ما بين علموا وحي رهدين مية أيقونا قصة ميني وخشوعي وصلادي دكاني وزكادي بحيني وضدكو نحريساني وخير نصرين يا بيه هدنا وحوي عبسان يا ود وحيل متى عيد قران كهذا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة تسوي وقلوبهم وجلة يا أنهم إلى ربهم راجعون ترك قلوب تودنا وعبسان يساوي سبحانه وتعالى علينا يو وهدنا وحيل قم يدونا يسن أقون تلو أهل الجنة هل قدر يدونا تلو حقيل قيد دونا إلهي أمبي رجيني رجدي سندفع عن كقبان ماها عبسل وعنا وعبسل وعبسل يوي آهي دادك أخيار تاوي وكان علمض عبسل تنوى عبسل سيئة وجوكتو أهوي أيو حتى أعمال في عن سمياني عمل كسو في عن سميان حدنا عبسل وجوكتو إن عذاب ربهم وإن إيو الذين كوي ماها هم أيقوبة مشفقون أحكو كعبسل يكبغي يوي من عذاب ربهم ربهم العذاب كوذواي إن عذاب هاي يلي
إن عذاب ربهم ربي قد عذاب كيسو غير مأمون مد آمن لغيهي غير كيسواي علشان مد لغ آمن غضا مركا ما هوي اسك إلا مركا ويا آهي إن لغا بغاي حقبو يا شوي إيا والذين كوي ما ها هم أيقوبا حافظون أكو حفظين يا لفروجهم فرجيه كود حفظين ياوي آهي ابنه دي وحويان وطرنكا أي حفظين ياوي إلا على أزواجهم هوين كود ما ها هوين كود كواس أمبي عمها إشاد بيسا كحفظين ياوي أو أمس ما كي ما ها ملكت أي هاناتي أي ملكيسي أي مانهم برقيال كود وأضومه أهوي هوين كأهوي فإنهم كوائي غاهي فروج تحفظين ياهي قواس أيسا معناها إشياء هوين كودة إيما ملكت أيمانهم إن يكون راح يستانوا كاستمتاعانوا غير ملومين كولا قد قال كولا دقال غير كود ويمركوين فإنهم كوائي غاهي غير ملومين وي كولا دقالوا غير كود هيا فتقالوا حيدا مركو العابي وي فكولا عابي يا إن العابي حق ملو كوائي غاهوي هاي إن لأذيو هاي ما العابي كواس حق ميالاً وي مركب لا رد قاله وي هاي كواس مركب واحد دقالي هاي يوحل قشة يقو حق ميالاً فمن روح ابتغى الضلبة وراء ذلك متكا لصور شيقي وقفكو إنو كن راح يستهوين كيسي إنو كن راح يستو كوا الضومها سوين كاس إله سبحانه وتعالى أبنني يا وحي كدن بيا قفك الضلباهي فأولئك كوا يقاهي هم أيقون بالعادون كوا حد قد بيهوي حد كي لوغو تلقى لي إنا الشهوة دي كو قدتان وحد كي لوغو تلقى لي وهوين كود إيما ملكة إيمانهم أها حد كاسي ويطافين واي وحي ربي سبحانه وتعالى كحر نبي أقلين وي وحي ربي أحلى لبي حد كي سدافين وي حي دي هنقل المضو وحال لقى قادنا إيا آيات كان إياق أهي قفك بين آدم كأهي أمرك هذا أمر دمر هذا وما بنانا الشهوة دي سئنو كو قدتو إنتا سبحان أهي وي أهي تسوي هوين ما بنانا شهوين هو قلته إلا نكيره حلالية ما هي أهي رجعنا ما بنانا إن شهوين يكون قتان إلا هوين كيره حلالية ما هي أنت وحي كذب بيمرك أو نين أطغى نين هوين كلا أطغى هوين كلا أطغت جهاز الاستعمال ناقص حكى لقديكو نكر وحكى لقديكو قعنا الاستعمال وحد نطلع وحلال وحكى الصهارة وحرب بنيو أفكاسي واحد بوي حد قلب كاسونا عقوبة دي سولي أخري أدن بوي وأنا كلاسي عقاب بدي يهوي آهي بل إله بان كل شيء عقوبة دي رب أكتهن رير لو سلاب تنوح كل سميي وفجعلنا عاليها سافلها وانبرنا على حجارة مسجيل ونك حانا مدع لقصود دات شيء ارك اللوغة نوك لقصود داي ساس لقصود دات شيء كو يسأو الله عقابي وهد إجيه سبحانه وتعالى وسوع العليو فما أنت عالف أدير يوي فكاسا اللي عقوبة ديسي ما أنت الله هيا آهي أبدا محايا عذر كان لشيء هذا ملمان يا جدر محايا الغروب بان يرادها مدوش بدوش القصار يا مساكين تاس يا بدوش القصار يا ما أنك استوحى لكين يوي فالأيدي سو بلايو فاركواتكي حديث كوها تتكو حديث فحشو وكبطو وحاكو بضان دوانا عدوك رفارا بضان ويسان ايجي ابياش تونا ايسان مغلين ووي وحاكو بضان دوانا ووي ناك عقوبة دي وانو حينا ووي وانو حينا عقوبة دي وانو حينا ووي اهي يو الذين لفروج حافظين ووي إلا على أزواج هوين كودا ماهي أو أما سماكي ملكة أيهانا طيب ملكي دي أيمانه مليال كود وهوين كادا ما هوي هذا ما الماها كان لما هي كوا أيها هوي فإنهم كوا أيها هي وصفاتك كصفة يسنى فروج تحفظين إياه غير ملومينك ولا الدجال غير كود واي آي كواسوك هلا كوا حويا لعابي ما هنوي فمن أحد كي ابتغى الضلبة وراء ذلك متك على الصوشي قداشي ساحت كي الضلبة وحين علمضوا وراء حد دوي كدر تدهن وحل إيرا هذا آهي ظرف مكان كيو استغنى تركيسة الضلب كم لعيا دي مفعول نغنى مركان فمن أحد كي ابتغى الضلبة أوضونا وراء ذلك مثل الصور الشيء وهوين كيلو بني أما السماء ملكة إيمانكم أهد تاسوح كدن بيقف كد الباهاء فأولئك هو هم أيقون بالعدل هم كان ضمير فصل وي لا محل من أرام كده هجرين ويو للتأكيد بقران كده عبدت وكان تاوي
هو مبتدا وليه كره لبان اقول مبتدا كواد ولكن تتير هذه كومنا مبتدا لبان العادونا قال ليه كراوي اكوان علمض من ضميره فصل اللي يرى هذا ووحوك الله فصلنا ياهي فأولئك كواس العادون إن نقطة الصفة قال الديدية آه الكلام هو اللفظ صمعين الكلام اللفظ ذات الهدي لفظ قال الصفة إنه كلام النقطة فمقانا يسوي فكان سيئا الصفة اللي هو لكن كلام كان مبتدأ النقطة اللفظ خبر النقطة هو الضمير فصل على سؤال حقل يوي فأولئك العادون ها أدمه لهذه الوقتة فكسان ها أولهن عادون مركز الصفة ما ها خبر كذوي فأولئك هو أيها أهي هم أيقون بالعدونا كو حد قد أهوي وأساسوي هي والذين كو ما ها هم أيقوبا راعون أكو إلى لنيا لأماناتهم أمانة ينكذوا إلى لنيا يو عهدهم يبلن تذوا إلى لنيا أمانة حين مكعون مضو وحالله لوح أمانة سوق ليهون ومدي وحويا بن آدك اسكو أمانة يستي يمدي ربك أمانة يستوون بلنتنا وامد رب سبحانه وتعالى كل قلي يمد بين أدنك الله قشون أذكر ربك هو أمانة يسوع حكمه وحكمته هذه قم باود أمانة سعطها صوم أهم يا أما وح الله وح رب سبحانه وتعالى كسيجي أردن باود أمانة وي والله قد بالله هذه الشخصية نفس هذا وي هاي إن بها كرب كسيجي أمانة وي تعمها كرب كسيجي أمانة وي بقى كرب كسيجي أمانة وي فرج رب سبحانه وتعالى كو ابوري امانوي رواك رب كو ابوري امانوي علوش رب كسي امانوي حق لي انت علوشاس امانوي اسكجر حق عندك قودنت امرك حرمتي دوي وحلا له رب كسي مركله خولي رب كسي امانوي رب حق رب كسي قوي امان اجز امان رب كو ربتوي علمها كان كو جوغا امانوي رب كو امان كو امن سوي اي امانه دتك سو ديبتان وي اهي امانه سبيتهم وما أنت قفك مسلم كاي هذا وقف إن أمانة الحفيوي آهي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وي إلى وحول أمر يا أمانات كينات أهل كذا بيتهم وي وأهل كذا أسيسان وي آهي على اليد هي ما أخذت وي عنك سحقة تلقرب وي قفك مرك الأمناه وين أمانة كصوب حاول وصفات المسلمين تلوي غنوي عكس جانا منافق الوي غنو هدي أمان لو ديبتنا أمانة دي مهينة يا محفظنا يا واي هدو شاكينا يانا بان يالحنا بكو شاكينا يا واي هدو دو فاجر نما إيوها ليا لغا أتكام بكو دو دي يا واي ودبي عدي سقاب كاسمون هدو او بلان عدلق لنا بلان تاسي واي برونا يا واي لكن تاسك المؤمنين تامي صفات كاس منافقين تا إني كفو قادان ويسك إلاليان بالاسكار لغرب أول آهي يوالذين كوهم أيقوبا راعونا كو إلى لنيا لأمانات أمانوين كو إلى لنيا يوعهدمون لأمانوين كو إلى لنيا يبلا مهبا وحاكرت تيما يووي وحان حقوق صوما وحوال دكت مسلمين تا الله حفظيو مال كو دا إيه نسدو دا إيه دينتو دا إيه عرضي كو دا إيه شرفتو دا إيه حالا وقصاب سان عقلي كو دا حيابها حكمتها من الضرورات اللي لها عفين تيد مركة وحاكمة قابك الله حفظني أمانة تكمة يو الذين هم بالشهاداتهم قائمون يو الذين كل ما هي بالشهادات هم أيضا قائمون أكوة أوغي أتاقن كوة تاقن بالشهاداتهم مرقاتين مرقاتيا شودي مرقاتيا في الليين وأتاقن وي مرقاتيا شي في الليين أتاقنهم ومحلقوا مرقاتيا شي في الليين بيلا تاقنهم واسي الله قد تلقى لي ومرقاتي أفلني ياوي ولو كان ذا قربا آهي قفكاس سجاهي ومرقاتي كفر ياهي فهو إذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا ويقانا أبيه يسهاته والكيسين نفسد سهاته وحولوا على أنفسكم وي حتى نفسدنا هاته وانا مرقاتي سحة قات الشيكتي وي إن المرقاتي سحة الشيكتاه قد مسلمين ومساكين بحقوق دو ذا الله حفظنايا دو ذا وقال بعضه لكن التركيسة متكب نعيسة حلس كوبا نايهين ومد قوني اللي يقانوي قالوا بديس كجريا قالوا حجرا إن الحولك قاطة إسن كوبا نانيوي إن الدشاء إسن كوبا ناني بل نبقل عليه الصلاة والسلام نكا الدلاهو جنة قل ما عرفت إن هلي ما يبقى نكا كلاب دقن باكا ميضا والدولاد مركز آلت جوكتا أمن إيسي سوي
ama qof muslim inta keensaday uu shaqo ahaan u keensaday ku shaqaysanaya ka mid wey qofka muslimka in la ixtiraam loo baahan yahay anaad dili xitaa dili kartid haddaad dishid gaalkaasu ya ogow xadiisku wuxuu ahaa marka waa maxay man qatala mucaahadan ya amase waa maxay dimiyan waa maxay qofkaasi jannada ilaahay geli maayo carafteedana heli maayo masala iska jira waa gaal ya marka markaatigu wuxuu keenayaa qofkii xuquuqda iska lahay xaqaas inaanu ka dayacnin wey iyo xaqeed u hela wey ida waa qayb ka mid cadligi wey haddii dadka muslimiinta ahu marka loo baahdaay ay markaatigaasi fuli waayaan oo sida rabi u sheegi waayaanu wax badan baa ku dayacmaya fasaad badan baa dhacaya wey ahay fasaad badanna uu dhacaya wey iyo waladiina kuwii maahe hum iyaguba yuxaafiduuna xifdin calaa salaatihim salaadu xifdinay waxayna culimmadu salaadii waa lagu bilaabay waana lagu gebagabeeyey waxay dhahan waa maro marka hore waxaa la yidhi daa'imuuna tana waxaa la yidhi xaafiduuna jumla ismiya wey jumladana jumla ficiliya wey taas waxay ku tusinaysaa dhahan inay dul ku dul joogto inay mar raba aanay ka tegaynin wey oo saasna ay macnaha ku joogtaynayaan wey tana waxay ku tuunaysaa inaanay marnaba ka tegayn laakiin haddana mar kastaba hal salaada la gutama wax soo noqnoqonaya inay tahay xifdigaasu oo maantana wuu xifdin beri wuu xifdin salaadkaas wuu xifdin waa saas in la yidhaahdo waxay dhaheen marka culimmada qaarkuu waa say u badan tahay wey labadan salaadoodii ciqaabka looga hadlay isku shaqa maay dhaheen alladiina hum calaa salaatihim daa'imuunana salaada nafsadeeda laga wadaa bay dhaheen yuxaafiduunana waxaa laga wadaahi salaadii waxalaala wixii axwaasheed ah wey taasna maxay dhahan ayadii baa laga wadaa wey caynteedii wey tana waa maxay sifaadkeedii baa laga wadaa axwaasheedii oo maxay dhahan salaadii xifdintaakeedi waxaa soo gelaya weysaqaadkeedii bay si fiican u gudanayaan oo sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam u samaynayaan ayadii markii dukanayaan bay arkaanteedii iyo maxaa ahaa iyo sunanteedii iyo waajibaadkeedii iyo hay-aadkeedii iyo waxalaala wixii nebi ka sugnay calayhi salaatu wasalaam iyo dumaaniinadeedii iyo khushuuceedii wixeeda dhamma bay sidii loogu talagalay u sameynayaan wey marka xifdintuna waa saas bay dhexmada wa iyada marka lasoo gaaray gudaheedii waa waxalaala wixii ku saabsan salaadii baa marka markii laga bilaabo weysaqaadkii ilaa salaad aad ka baxaysid mid kastaba tallaabo kasta qaadidba waxay waafaqsan tahay wey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saasu marka xifdinayaa wey oo xagga xagga uusan u dhaafaynin wey waa saas wey iyo waladiina iyo kuwii maahum iyaguba calaa salaatihim salaadi yuxaafiduuna kuwa xifdinaya wey ulaa'ika kuwa iyaga ahi fii jannaatin jannooyin ayay ku sugnaadeen wey mukramuuna kuwa la karaameeyey bay ahaadeen wey ulaa'ika fii jannaatin ina halkaasi khabarka ka dhigtay wey ulaa'ika kuwaasi kaa'inuuna fii jannaatin jannooyin bay ku sugnaadeen wey khalaas khabarka ku dhammaaday ulaa'ika kuwaasi mukramuuna aduu yiri haddana yiroo kale wey mukramuuna marka khabar labaad wey kuwa iyagaahi kow horta khabarka koowaadi waa jannooyin bay ku sugnaadeen wey ilaahay marka jannooyin weli waa la weynay jannooyin bay ku sugnaadeen wey ilahay agtiis anaha ku leeyihin wey oo nakira sas looga dhigaya litacdiim mukramuuna kuwa la karaameeyo wey waa khabar labaad wey ama inaad tidhaahdid fii jannaatin waxay ku tacluqdaa mukramuunadaas wey bay ku tacluqaysaa wey oo muxuu noqonayaahi ulaa'ika kuwa iyagaahi mukramuuna kuwa la karaameeyo wey fii jannaatin jannooyin dhexdooda lagu karaameeyo wey oo abaalkooda bay helaan weeyo aakhira haddii la tago waa kuwaas wey khayaartaasi weeye ahay marka ilaahi subxaanahu watacaala marka wuxuu leeyahay saasan u karaamayna wey xaq bayna u yeesheen wey oo markii adduun markay joogeen cabsadeenu oo waxalaala waxay sameyn ilahi dirta u sameynayeenu abaalka inay helaan xaq bu yeeshe taalalima ina alinsaana insaankii insaano dhan wey marka khuliqa waa la abuuray haluucan isagoo waxa weyaan kulligiis bashar ah baa la abuuray haluucan isagoo ah mid argagax badan oo haddana damac badan baa la abuuray wey haluucan isagoo wax u roonba iyo dhinac ku fiican yahay isa jirinba baa la abuuray wey idaa waqtigii marka waa lasii tafsiirinaya wey idaa waqtigii masahu uu taabto asharu shartii hadday taabato oo sharu ay ku dhacdo wey shar haddii ku dhacdo insaankii waa la abuuray jazuucan isagoo ah mid argagax badan baa la abuuray
وإذا وقت مسه أو طابت إنسان كأو كنبعه أو أصيبه وي الخير خيرا أو أصيبه أو خير أو هليه وي أسنا وحا الله أبو رمانو عاسوا من منعن بدن أو خير كي ديد بدن جزوعا يهلوعا يمنوعا كل قد ومن سيغ المبالغة وي وحويا تفسير كذو ما هم منوعا منعيا ما هم جزوعا أرقع ما هم أرقع بدن منعن بدن تاسوي بذال عنا حرسي أو حويا شيء بذال ضمع بدن وارجع بدن وي الا المصلين كل مصلين تهما هي وصلاه اله الدكاني الذين كواسو هم ايغوبا على صلاتهم صلاه دودا دائمون دائمي فريا والذين ذاسي ان مصلين لو عطفوا وانا وبنان تاوي سيد ابن جرير الطبر وكوضنا ساس وقتها وي والا المصلين الذين في اموالهم حق وارهم ده تفسير أي معاوي وأنا ميت كده أكوذي أنت هذا أكوذي تفسيرك تاس بهذا كوذي العلماء قالوا حليين والصفات كمصلين تاس وحرس وقليا الذين كواصهم على صلاتهم دائمون مصلين تاس والذين مصلين تاسوا في أموالهم حق معلوم مصلين تاسوا ويصدقون وي مصلين تاسوا هم مشفقون وي مصلين تاسوا وحويا حافظين على الفروج وي مصلين كواصوا صلين تاسو كود دكانيو واللي يعني لامانه راعون لاماناتهم تاسلو اما مدهتن ليرا المصلين كعفنت فيريا مره مصلين صفه تاس كجريا والذين دان صفه اهي الذين دان كعفنات يقول لي مره وي الذين داس او صفه المصلين تكواد الذين كواد وي كعفنانيسا فمره نيرهنو كل جود وا مخي وا صفه وي او مصلين اليهم وي هدي كرنا ومحي هدان لأن مصلين تاسيادة هي نفتر كيذا ومبال لأن هي أنا أحب بدر كتوك لوي عشوا مع إلا المصلين هاي إيو الذين إيو الذين على كل حال تفاسير كمرك القرآن كريم كاو من فصاحتي وويا أنتم مركز صحوي إلا الذين كوي ما ها إلا المصلين كوي مصلين تاما ها الذين كواصوهم أيقوبة على صلاتهم صلاة دودة دشوة دائما كود جوكتيني أهوي اي النبي عليه الصلاه والسلام حديث كو كي اهي النبي عليه الصلاه والسلام عمل كوليي سميهو و دائم جروي او خا لوو جعيل بدنه النبي عليه الصلاه والسلام الى اكتيسا عمل كقف كو دائم وي هبا يراده وي والذين كواسو المسلمين تاسو تنسيس كو سبب وي حق 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 اسو معلوم لا يقان حق لا يقان او قيب كمين مال كود لا يقان يا حق لا يقان با في اموال ماليال كود كو دحسغنات وي حقا سو للسائل مسكين كي وحوي دي سنة يوقعان تتاقان اي وصغنا ذي وي يو المحروم اسلائي مسكين كي لمن علا لودي ذي او حلصي مال الله مالين وعنها اشتاد وغنيها سوتي ذو كلاوي اهي يو الذين كوي مصلين تاسو يصدقون الرومين اي بيوم الدين مالنت قيامها ابا المالنت مالنت الرومين اي اما و الذين اي كوي ما هي وكم فسنك اللي من الجربة آهي والذين وإلا الذين كوي ما ها يصدقون الرومين بيوم الدين والذين كوي هم أيقوبة مشفقون كوا بقي عبسان من عذاب ربهم ربك العذاب كوا ذاك بقي كعبسان يوي محايا لي ربك العذاب ربك عذاب كيسة أي كعبسان يوي ربك عذاب كيسة أي كعبسان يوي آهي وحنفيرني من وقت وقتك أذكر الله هذا معنا استمر إياه إن عذاب ربي محايا ربي قد عذاب كيسو غير مأمون مثل أمي غير كيسو واي أنا لا أؤمن هم كوان يو الذين كوي هم أيقو حافظون كو حفظين لفروجهم وي فرجال كو حفظين يوي إلا على أزواجهم هوين كو ماها إلا من علمها على من بينهم ركار كود وكفة السلام وي إلا على أزواجهم وي هوين كود ما هوي هوين كود أو أمس ما كيم ما ها ملكة أي هنطي أي ملك سي أي مانه مديال كود هنطين وي كويس كار هاي الدوما أبا مرك الدوما هالقوضة هاي فإنهم كوا يقاهي غير ملومين كوا الله دقال غير كود وي كواسي كوا الله دقال غير كود وي هاي فإنهم غير ملومين بس وي فمن ابتغى أحد كمرك الدلبة قدونا وراء ذلك متكال الصوت شيء قداشي ساحة كدونا
oo shahwadiisa inuu meel kale ku guto doono midkaas aan la soo sheeganayno faulaa'ika kuwa iyaga ahi hum iyaga un baalcaadmuuna kuwa xadgudbay ahwoon iyo waladiina kuwa soo musalliintaasoo hum iyaguba ama waladiina iyo laladiina kuwii maahee hum iyaguba ya ila haluuc bay waxa mogtay manuuc bay hayeen ilaladiina kuwii maahee iyo waladiina kuwii maahee hum iyaguba ama waladiina kuwa musalliinta hum iyaguba raacuuna kuwa ilaalinaya biamaanaatihim ammaanooyinkooda bay ilaalinayaan wey iyo cahdihim ballantoodii bay ilaalinayaan ama ammaano xagga rabbi iyo ka dhexaysa ahaato ama bini aadan kamida ka dhexaysa ahaato wey ballan rabbi ila galan ha ahaato ama ballan iyo bini aadan ka dhexaysa ahaatee labadii waa la xifdinaya wey ina kuwahum iyaguba bishahaadaatihim marqaatiyaalkooda qaaman ku taagan oo u taagan awey marqaatiyaal ku taagan yihiinoo waxa weyn sii la rabay bay u fulinayaan wey iyo waladiina kuwii hum iyaguba yuxaafiduuna kuwa xifdinaya calaa salaatihim salaadooda xifdinaya wey oo arkaanteedii iyo shuruuddeedii wixii ka horreeya wixii ka dambeeyay dhexdeedaaba way xifdinayaan wey ulaa'ika kuwa iyaga ahi mukramuuna kuwa la karaameeyo wey fii jannaatin janno dhexdeeda lagu karaameeyey oo jaarmajuulkaasi mukramuuna lagu tacallujiyo wey ama aad tiraahdeed ulaa'ika kuwa iyaga ahi fii jannaatin jannooyin bay ku dhex sugnaadeen ilahay ba janno dhexgelgelinaya wey kuwaas iyaga ahi mukramuuna kuwa la karaameeyo wey. Hada wasala allahu wasalam ala nabiyina Muxamed.